ماذا الآن في جعبة المالكي؟ ماذا في جعبته لا يعرفه العراقيون؟ فمن أين نبدأ بعراق المالكي؟ يقول معارضوه إن الرجل وحزب الدعوة عادا بمشروع ثأر، ولا أعرف إذا كان يصلح استعارة مصطلح العشرية السوداء لإطلاقها على سنوات المالكي الثمانية. استلم المالكي الحكومة عام 2006 بخزينة مضخمة إن صح التعبير، 41 مليار دولار أمريكي، سلمها لحيدر العبادي فارغة عام 2014 وعاجزة حتى عن دفع رواتب الموظفين، وحتى أن العبادي طالب بمحاسبة المالكي على الفساد. لنستمع إليه. الثروة ضاعت خلال هاي السنوات، يحتاج محاسبة، أنا أتفق، يحتاج محاسبة كيف ضاعت الثروة الهائلة. ليش ما عندنا احتياطي؟ أي دسل ليش احتياطي حكومي؟ استلم الحكومه بها 3 مليارات فقط بالخزينه ومطلوبين 15 مليار. وايضا اتفاقيه الاطار الاستراتيجي التي وقعت بين العراق والولايات المتحده تحولت الى اطار فارغ، وما كان يمكن ان يكون مشروعا واعدا انحرف نحو عمليه تمكين الشركات الايرانيه من ابتلاع العراق. اعتماد على الغاز واحتكار وإغراق إيراني لسوق السلع الغذائية. ويؤخذ على المالكي أيضا قبل صعود داعش وسقوط العراق إضعاف القوى الأمنية وتحويل الميليشيات إلى حرس ثوري. يضاف إلى سجله مأسسة الفساد وترسيخ نفوذ إيران عبر اتفاق مع قاسم سليماني في عام 2007، ونتاجه الأول تجميد اتفاقية الإطار الاستراتيجي تمهيداً للانسحاب الأمريكي في 2011. سياسياً عمد نوري المالكي إلى اعتماد نهج تميز بالإقصاء للمكونين الكردي والسني، وفاقم في هذا السلوك تغذية النزعة الطائفية. درت تاج حكم المالكي إلى جانب طبعاً صعود داعش وسيطرته انطلاقاً من الموصل على ثلث العراق والجيش الوهمي أو الشبح، مجزرة سبايكر وغيرهما من الفضائح التي عايره فيها مقتضى الصدر. اللائحة السوداء طويلة، فماذا في جعبة المالكي؟ لا شيء لا يعرفه العراقيون.